عزبوك تعبوك عملوا لك شيء شو هالرجلين شو صار معك هالمرة؟ الرجال كان عم يتبلانا بس فارس كشف. شو هالريحة؟ ريحة شو؟ كأنه شي عم يحترق. بابا؟ دخلت غلت على الأرض. طفيتها قبل ما نام. بركيز يعني زرزور. ماني لسا شيء. عم تدخنه؟ هو سالح. امي صار عرضك امي خلص. لا جيبس الي لأبي. نحن عم ندق الدم لحتى نطالع القرش وانتو عم تدخنه. امي خلص. امي انا حسام على ميض على عين مناخيري. ليش حسام بيجي من ورا غير مشهد؟ امي هو. حرقت البيت. اسمعي هو هيك عم بده يطلع من مناخيره. ما شافك عم تطالع من مناخيرك ما كان قال. اكيد انت اللي دخلت الدم ولحتى قال هيك. طب اسمعي امي انا غلطان وكل شيء بس على غلطة مثلي كمان. زعته لاخوك لولا كان ما في منه. ايه عجبني طالع من ريحته ما افسد عليه. يا اخي تعب هي التربايه اللي ربيناك اياها. امي خلص شو بدي اقول لابوك هلا؟ لا امي شو بدي اقول له؟ لا تقولي شيء امي لا تقولي خلص. شبكه شوفي شو بدك تقولي لي؟ ابنك حسام عم يدخل. يا بنت عم تدخن غير؟ ابي وعلا كمان عم يدخن مثلي. ابي انا ما دخلني هو حلمني طالع من خيري وسرق منك 25 ليره هذيك المره لما كنت نايم هون بالعلامه قلت له انت نايم حيو الله لا يوفقك وعم تمد ايدك كمان امشي يا ابي لا يسمح لك يا ابي لا يسمح لك يا ابي لا يسمح لك يا ابي حسام عم يدخن ومباري على نية حرقنا البيت كله. لا شو هالحكي وان شاء الله الحريق ما كتير كبير يعني. لا ربك ستر احترق طرف الفرشة وبس مع ذلك مو هذا اللي مضايقني. ليش صاير شي كمان؟ قلت لك بس عصب بصير مجنون انا طلع خلقي منه فتحت باب الغرفة وفتت وين بيجي عقب هذا الاشهار نزلت فيه خبط بس ماني منتبه انه البكلة باتجاهه قدحناه بالبكلة عطبناه للولد. لا الله يسامحك يا سعيد وينو هلا حسام؟ بالمستشفى راسه كله ملفلف. ما بصير هيك ابو حسام هذا ابنك. هيك ما ادري من شو متوتر على طول بعصب اي شيء بيعصبني صرت اتضايق من خيالي انا. ابو حسام طول بالك على القليله بس بهالفتره. شو امي؟ حضرتي له الاغراض لاخوك؟ شو حطيتي له قليل؟ جبنه وزيتون وبيض مسلوق وخبز. ايه كثير منيح. ما حطيتي له شحاطه وبيجامه؟ بلا هونين على الطاوله وبدلين داخليات كمان. ايه يسلموا ايديك امي. ماما شو امي؟ خليني روح معك. مو ناقصتيني انت كمان، هلا بتشوفي لك شي شوفه بالمستشفى وتغوطني. ما بغوطي. ايه كثير صدقتك انا. استناها برا تطلع مش عفوت. ليش؟ طبي لي اوعيه. ليش؟ ما دخلك. ليش؟ بدي اترك البيت. حسام بابا ما كان قصده. ما كان قصده. اول مره مرقنا له اياها انه ما كان قصده. ثاني مره صار واضح انه بده يخلص مني. ابوكي ما بينعطوش. حسام لا تحكي هيك. بابا بيحبك. لا بيحبني ولا شيء، لا هو ولا امي. يروحوا ينادرون ابو علاء وام علاء. ما عندهم ولد اسمه حسام هن. حسام عيب عليك. مين قال لك هالحكي؟ لو فعلا ما بيميز كان ضرب اثنين، اثنيناتنا مندخن ومنطلع من مناخيرنا، علاء ما حكى شيء، انا ما كان اصلا يقلق مشنقتي. طيب امي شو دخلها لتشملها؟ امك اصل السبب. شو بتعيط لي؟ انقبر يا غشيم انضرب ما بتفهم.
مو ناقص غير تحط لي صحن الشعير على الارض وقت الغداء، معتبرتني حمار مو بني ادم. مو صحيح الحكي، لو بتكرهك ما كانت راحت لعندك هلا على المستشفى. لا تخافي، راحت لعندي مشان ما يعتبوا عليها، بكره بيقولوا ابنها مسدود بالمستشفى وهي ولا على بالها، لكن حسام الله يخليك لا تروح. سلوى فوتي اعملي لي زواده، قررت هج انا. حسام ما بصير. سلوى بدي اعملي زواده ولا بقوم جيبك مكله بين عيونك. حبل البطة البيضة. أنا بورجيك يا أبو حربة الإزاح. ماشي الحال. هلأ مو فاضي لك أنا. أهلين حسامو. أهلين وسهلين. كيفك؟ لخير شو براسا؟ لا لا ما في شي، شغلة بسيطة. عندك شي خيو مشغول شي؟ هذا سؤال بتسألني يا زيارتك موالي لفوت ابن العم فوت؟ أنا راسي. يا أهلا وسهلا. أهلين حسامو. والله نوريت. يا حي الله. يا حلبي. أهلين وسهلين. منيح اللي لقيتك بالبيت. لو ما كنت مقرب ما كنت لقيتني، بس فقت اليوم حسيت حالي تعبان، قلت يا ولد خليك اليوم بالبيت. سلامتك سلامتك ابن العم. مور عندك للسر مطرح بيرغمي. خيو نحن اولاد النايحة وما لنا غير نوح لبعضنا. انا جاي لعندك اقعد لي كم يوم بينما الاقي شغل. اهلا وسهلا، اقعد قد ما بدك. هذا هو السر؟ لا، السر انه ما بدي حدا من اهلي يعرف انه انا عندك. غير صاير شيء؟ خيو عجزوني، عوفوني حياتي، ما عاد اقدر اتحملهم انا. مين هني؟ اهلي. بتعرف ليش مفجوج هيك انا؟ ليش؟ ابي سلخني اشاط بالبكله بين عيوني، وهي مو اول مره، هي ثاني مره مدري، هي شي رابع خامس مره. اف 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 ليه؟ عرف اني عم دخن. يطول بالك، منيح مالك علقان هالعلقه مع ابي. اوه لسه ابوك بيطلع انا وجاي قدام ابي. ليش ابوك كمان كان يمد ايده عليكم؟ عداق بالخيرزاني والكرباج. بس يا اخي شو بدك في الحكي، طلعنا زلم. الحمد لله كل واحد صار عنده بيت ومحل واموره الحمد لله ممتازه، فضل من الله. اخي انا ما بدي هالتربايه، خليني اطلع شحال بس بكرامتي. على كل حال اهلا وسهلا فيك. شو بتحب تشرب حسامو؟ كتر خيرك خيو. شاي. شاي لك اروح انبحت على هالبري طالما هلا صرت انت من اهل البيت. ما لا غريب على بس ما بعرف انا وين حاطط الشغلات. كل شيء مكتوب عليه، شاي سكر. اهلا وسهلا حسام. بطريقك هالجليات اللي بالمغسلة ما في ولا كاسة نشرب فيها. اجا والله جابوا. لك هلا خلصين احكي لي شو صار. ما بعرف، اجا طب غراضه وراح وما كان يحكي لوين، بس قال شغله، قال انتوا اولاد البطة البيضة وهو ابن البطة السوداء. الله يلعن بحيرة البجع اللي حاوية ببيتي انا. عجبك هيك؟ انا؟ شو عملت انا؟ شو أنا اللي طلعت لقشاط من البنطلون وفتلته بالهواء أربع فتلات وسفقته بكلة بين عيونه؟ لك أصلا القتلة لازم تكون إلك أنت. أنا؟ شو دخلني؟ شو دخلك ما؟ اسمعك شو؟ قال عم تدخن أنا؟ لا عبي الله أكيدك مبطلو من زمان، ما طلعت من مناخيري منو؟ بدي أكسر لك مناخيرك أنا لسه. اسمعوا يا، إذا بتقرب السيجارة من تمك، علي ما علي قادحك 20 بكلة بين عيونك هدول الحول ولا؟ تقرب منو بابي. لك رح تخنقوا للولد، اتركوا، خلونا نفكر هلا شلون بدنا ندور على حسام. خود هي كسر. شو؟ هسا شلبت. ايوه، بتعرف حدا من رفقاته ولا؟ اي بعرف. مين؟ فؤاد. وين هذا بيلتقى؟ فؤاد؟ ايه. وين بيلتقى؟ وين بيلتقى؟ ايه. بالقهوة طول الوقت قاعد بالقهوة فؤاد. بتروح هلا بتنادي له، بتقول له ابي عاوزك. إذا بتقرب سيجارة من تمك ولا بتطلع من مناخيرك شو بساوي؟ 20 بكلة وين؟ وين؟ وين بين عيونك؟ بين عيوني. وهي كسرت. مو ناديله. جليت الجلية؟ مثل الفلة صار المطبخ. جوعان؟ شوي، لأني ما أكلت أكل المستشفى. أخي
يا داري لك الا ام اعطيك مصاري تنط جبنا فروج بروستد مشان نتغدى. لا يا ابن العم ولو على حسابي هالمره. معك مصاري؟ الحمد لله بخير الله وخيرك. جيب شي مع فروج كمان؟ جيب لك شي كيس كبيس وعلبه مايونيز وعلبه توم واني نت كازوز تبع اللترين. ماشي. على الله. شو؟ جيب لك ربطه خبز وشويه زيتون وشويه لبن وعشر بيضات مشان نتعشى، مشان ما تطلع مره ثانيه على الحاره. ايه على راسي، على راسي يا ابن العم. جيت والله جابك، والله انا مرضي ما بنضام، والله مرضي. لك هني شباك الحمد لله على السلامة. امتى طلعوا؟ امبارح بالليل. ولكن عندك ايه؟ يا اخي اتصل فيه خبرني ولا ما بتذكروني غير وقت الشتاء؟ هاي جيت خبرك. بعد شو؟ بعد ما دفعنا العبور للمحامي؟ لك اخي بلوح بلاقيني طالع وبتنتهي القصة، تركني بمصيبتي الثانية. ليش في مصيبة جديدة؟ اي نعم، حسام هرب من البيت. مشان ايش؟ نقلته نقف الدين قتلي ماكني اخذناه على المستشفى وقام اليوم هرب. اللهم صل على النبي. لك انت امتى بتلحق على كل هالشغلات؟ بتنيمني على مصيبه وبتفيقني على مصيبه؟ شو معك؟ منصور لا تضوج مشان ما اتفشش فيك، هذا اللي صار. يا اخي ما بيصير، هدي اعصابك. خلي عندك شويه روح رياضيه. هلا بعدين بنحكي، لا تحاضر علي. حسام اجى لعندك شيء؟ لا ما اجى لعندي. وين بده يكون راح يعني؟ دورت عليه عند رفقاته. ما بعرف بيوته. خبر الشرطه. مالي نفس روح المخفر، لسه امبارح طالع منه. قلت لحالي بلكي بتخدمني الخدمة وانت بتلوب تخبروه. لك انا مالي شغلة غيرك، انا اليوم ما رحت على الوظيفة بسببك، وامبارح طول الليل سهران بالاوتيل. يا اخي انا بني ادم، بدنا نخطب، بدنا نتجوز، بدنا نجيب اولاد مثل حكايتكم، لك حلوا عنا. يكتر خيرك، رسالتك وصلت عن اذنك. لك شبك اخي روق، ليش بتعصب راسك؟ لا هلا بعد حكيك هذا فهمت مكانتي عندك. اخي طول بالك، رح روح معك دور عليه. ما بدي اياك تدور معي. خلص عرفت انا شو بحني لك يا منصور يا ابن النايحه. لك يا اخي يا سعيد لو تكون محلي انت كنت جنيت ميت شغله براسي. خلص شو بدك مكافاه لحتى نروح معك؟ روي ما بس فيك تقول لي شو الموضوع؟ لك حسام هربان. وين حسام؟ ما شفته عمو، ما بعرف وينه. اسمعوا، لا اذا مخبيه عندك بالبيت بدك تتحمل مسؤوليه قانونيه. انو بيت يا عمو؟ يعني لو لي محل بالبيت ما كنت شفني ساكن بالقهاوي. نحن بالبيت 12 اخ واخت و13 موعده بعد كم يوم. لك شو ابوك ما عم يشتغل انت؟ على كل حال اذا شفته لحسام بتقول له انه اهله عم يدوروا عليه. ليش حسام هربان؟ ما دخلك خلاص، ولا لا تدخل بهيك موضوع. على راسي عمو، يعني بس يعني ليش يعني انت عمو لا بتعرفوني ولا بتعرفوا عني شيء؟ يعني ليش عم تعاملوني كاني حشره او حثاله؟ يعني لا تواخذنا باشان سينا نضرب لك تحيه. عفوا عمو، يعني انا كوني من فصيله البشر على اساس يعني عاملوني باحترام شوي بس. مو صحيح، انت مالك فصيلة. لو كنت من فصيلة البشر ما بتعلم اولاد الناس على الدخان. مزبوط، هو علمني طالع من مناخيري. خلاص حسام لو ما تعرف عليك كان بعمره ما دخن. مزبوط، هو علم حسامي طالع من مناخيره. قلت لك خلاص. عفوا عمو، هذا الحكي مو صحيح. يعني الله وكيلك حسام هو اللي علمني دخن. كذاب. مزبوط. خلاص حسام لو ما تعرف على امثالك كان اخلاقي مهذب وادمي. ولساعته آدمي أصلاً. هو لو مو آدمي ما برافقه أنا. ما بيناسبنا هو يرافقك أصلاً. واحد مثلك ملطوع بالقهاوي طول النهار تارك شغله ودراسته. والله يا عمو طلعنا على هالدنيا ما لقينا غير هالمحل. يعني الله وكيلك لو كانوا أهلي غنايا. يعني الله وكيلك ما كنت قمت من ورا الكمبيوتر، كنت صرت عبقري زماني. صحيح أبي، على سيرة الكمبيوتر، ما آن الأوان ليدخل هذا الجهاز المتطور إلى بيت آل النايحة الأذكياء؟ ممكن تخرس بابا احسن ما برمشك انا. الو حسام. اهلين انسه سناء. الحمد لله ماشي الحال. فكرك من شان سعيد؟ لا والله لسه ما لقيناه، ما بنعرف وينه. سعيد عم يدور عليه من محل لمحل. يا ريت بتكونوا فضلتوا على راسنا من فوق. شكرا كثير لك، منجي نتشرف. الله معك، مع السلامه.
شو في ماما؟ زميلة أبوكي بالشغل. وشو بدها منه؟ بلا أسئلة سخيفة، أنا اللي لازم غار على أبوكي ما غرت. عم تسأل عن أخوكي حسام. وليش قلتي لها فضلته على راسنا؟ شو قالت لك؟ هي يلي ابن خالتها طالع أبوكي من الحبس، بدها تكلفه يدور على حسام. وشو بيشتغل ابن خالتها؟ مثلك بالضبط، بس يدبو على حدا بالأسئلة بيبطل يحل عنه. روحي خلصيني أنا، شايفيني حل تحيات الله العمى. فوتي بلش الزمور. عصاب أمك. خير أمي؟ شو القصة؟ شو صاير؟ احكي معي أمي، أنا رجع البيت هلا. زميلة أبوك بالشغل. شو بقى أمي؟ ليش قلتي لها تكوني فضلتي على راسنا؟ روح من وشي انت تاني، خلصني. شو هالولاد هدول؟ يا خالتي يا عيني، هالشغلة مو من اختصاصي. امبارح دخلتوني بشغلة مو شغلتي، واليوم كمان. ايوه، واذا غير شغلتك؟ فعل الخير بده اختصاص كمان. لك على راسي، بس هذا الشخص بالغ راشد وعمره من فوق 18 سنة وطالع من بيت اهله بطاعه، يعني ما عمل شيء ضد القانون. انت مو همك غير القانون تقبرني؟ قلب امه اللي عم يحترق حرق، مو همك انت. شو بتفرق معك يا حصرتي؟ نحن مو شغلتنا اطفائيه كل ما واحد احترق قلب امه عليه نستنفر؟ كمان في منطق بالنص. لا مالك على حطت ايدي، انت مو فارس اللي بعرفك بنوب بنوب. انت مو فارق معك شو همك. شفتي قلت لك ما بدنا منيته، ما سمعتيني. ليك اهو شوفي كسر لي كلمتي. خلاص خلاص، وين التليفون افتكار؟ سناء، سناء يا اخي سناء، نصدر لكم فرمان لحتى تنادوا لنا سناء، بعدين التليفون شحوا ليكو على التلفزيون هالقد بده. ايه سناء سناء فهمنا. تعبان يا مسكين ما. لا عادي ولو، بس الشغله صارت محرزه. هلا مين ما اجى بيقول اولاد النايحه ما في انظف من هيك. سبعت عام. جوعان؟ لا اذا جوعان لا تستحيها. يا اخي ماني جوعان، خلص كتر خيرك. بدك تخليني ازعل منك؟ ليش تزعل؟ هيك كأنك عم تتصرف مثل شي واحد غريب. معقول من الظهر لهلا ما جعت؟ يا اخي الله وكيلك ماني جوعان. يا سيدي انت واحد كذاب، شو رأيك؟ لا يا اب سمرة اخي جوعان بس مو كتير. ها شو بتحب تاكل؟ خلاص اي شي من الاغراض اللي جبتهم معي الظهر. ايه بس لو قلك يومين ثلاثة بطعميك منه، بس هلا انت ضيف لازم طعميك اكلة معتبرة. شقف وكباب. طول بالك مو محرزة. خلاص نص كيلو شقف ونص كيلو كباب. مثل ما بدك سيدي. لكان قوم نطلع عند عمك ابو هنيد اللي براس الحارة. مين هذا ابو هنيد؟ هذا عنده مطعم اسمه مشاوي المنقل. قوم جيب لي معك علبة خردل، بحب الخردل مع اللحمة. على راسي بتأمر امر انت. يلا ماشي. وينك؟ شو؟ قل له لعمك ابو هنيد بعتني ابن عمي سمير مشان ما يغشك، هذا واحد غشاش. ماشي. وينك وينك؟ نعم. خد معك كيس زبالة وكبه بطريقك. براسي حكب لك يا. وينك وينك؟ معك مصاري لما اعطيك؟ ولو معي. ادفع منك، اساسا ما في بيناتنا رزق مقسوم، بعدين ما بعرف راطه. يا على راسي تكرم عينك ابن ما العين. قصرت يا ابن العم ما قصرت. النين الله بعت لي اياه هديه ما له جزيه ونشد، اكلنا اليوم مشاوي شوفي احلى مني. بدي منكم بس يرجع حسام تستقبلوه بوش حلو وتحكوا معه بلسان حلو كانه ما صار شيء. ما بدي يحس انه في تفرقه بينه وبين اخواته، خليه يحسنا انه كلنا منحبه وانه كلياتنا اولاد البطه البيضة. مفهوم؟ المهم انت ما تطلع اخلاقك، حسام طفش منك مو منا. انا ما طلعت اخلاقي منه، من المساعد. المساعد ضوجني، طلع حسام بوشي توششت فيه، هي القصه كلها. بس مع ذلك انا فيني اعترف اني احيانا بطوش، مدري من شو بنرفز، بس انا غلطان يا جماعه. هي قدام الاولاد عم اقول انا غلطان، ما كان لازم اضربه. الضرب لانه مو وسيله تربيه ناجعه، الضرب هي اخر الوسائل اللي ممكن الواحد يشرح فيها لاولاده انه يفهموا عليه. فعلا فعلا يا جماعه، هالمره بابا عم يحكي حكي صحيح. جميع اساليب التربيه الحديثه تؤكد وتناشد الاهالي على انه ضرب الاولاد ممنوع، الضرب فقط للبهائم. أنا بالنسبة لإلي مفهوم. وهلأ وين بدك تروح؟
لوين بدي روح يعني؟ عالشغل. وحسام ما بدك تدور عليه؟ لا تكلي هم، طالما أخذ أغراضه وشنتي معه معناته راح لمكان بيرتاح فيه، حط العدس ونبول تحته، مو قال عم الخال غير ابن أخته. لك على القليلة لازم نعرف وينه. لك لا تخافي يا جمانة، ابنك حسام صار رجال، والتصرف اللي تصرفه بيأكد هالشي، هو حابب يعتمد على حاله. أبي شو رأيك قوم أنا أرجع أدور عليه؟ أنا ما عندي شغل، فاضيكم وفاضي لمشاكلكم. إيه شو علي، أنت رجال وإلك قرارك. على كل الأحوال يا جماعة، إذا حدا سأل عني، اتصل فيني، طلبني، حدا بده شيء، اكتفوا أنتوا بتسجيل اسمه بس. إيه مو على عيني، ومنغسل لك السيارة ومنشطف لك درج البناية، بس أنت أعطينا المباشر تبعك. لا لا أبي ما في داعي ما في داعي. طيب اتركنا يا مع المرافقة. السلام عليكم. الله معك يا أبي. تعرفي جمانة، مو دائما الضرب هو آخر الوسائل.